الوقت المتبقي لدينا في حلقة اليوم دكتور النجار، أود أن أتوقف عند التداوي ببول الإبل، وهناك من اكتشف ذلك وصنع من بول الإبل دواء. نعم. دواء يوصف ويتداوى به. نعم. يروى. وهذا ما كان في موضوع بحث من الأبحاث. نعم. التي قدمت في مؤتمر الإعجاز العلمي الرابع أظن في السابع في دبي. نعم. طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوصي بالتداوي بألبان الإبل وأبوالها ألبانها وأبوالها. نعم. وهناك شيطان من شياطين الأرض باع نفسه للمخابرات المعادية لنا، وصنعوا له قناة فضائية اسمها قناة الحياة، وهي الحقيقة هي قناة للموت، يتندر كيف يمكن العلاج بالأبوال. وأنا أقول أن هناك شركات للأدوية في سويسرا، لا أريد أن أسميها حتى يكون هذا إعلانا لها، يعني أنتجت أفضل أنواع الأدوية لأمراض القلب وأمراض العقم وأمراض الكبد من الأبوال. نعم. هل من مانع قانوني لتسميتها؟ لا، ولكن نعم. لا أريد أن يكون البرنامج إعلانا لها يعني. نعم. شركة اسمها سير، إذا يعني لم يكن مانعا من إذاعة اسمها. وجاءني أستاذ كلية الطب جامعة القاهرة في يوم من الأيام، هتفني بالتليفون وقال أريد أن أقابلك، وجاءني قال أنا أستاذ لأمراض الكبد، وجاءني في يوم من الأيام فلاح ريفي بسيط يعاني من سرطان في الكبد، وعالجته بالأدوية التقليدية، وبقول يعني أشفقت عليه لأن الأدوية مكلفة جدا ولم أرى تقدما في حالي. ففي لحظة يأس كده قلت له لماذا لا تجرب ألبان الإبل؟ قال استحيت أقول له أبوال الإبل حتى لا تعافها نفسه. قلت له لماذا لا تجرب ألبان الإبل؟ قال من أين أحصل عليها؟ قال حي اسمه إمبابة جنب القاهرة هو سوق للإبل. قال اذهب إلى إمبابة واشتري شيء من اللبن. قال والله جاءني بعد شهر من الزمن وكأنه إنسان آخر، عافاه الله تعالى معافاة كاملة مما كان يعانيه، لدرجة أن مدير الشرطة في إمبابة اتصل بي وقال ماذا فعلت بي؟ الناس الآن تقتتل على ألبان الإبل كما تقتتل على أي ضرورة من ضرورات الحياة. ألبان الإبل وأبواله. نعم. حديث الرسول هكذا. نعم. وقد استخرج من هذه الأبوال مركبات كيميائية تعالج هذه الحالات بنجاح شديد. نعم. أولى أن الحديث له مناسبة، والمناسبة المقصود بها ليس يعني في كل حالة من الحالات. أنا في الصحراء وليس عندي إلا كأس من الماء أو كأس من العصير وحط عليها الذباب، فينبهني الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة المثلى لاستفادة بهذا الماء أو هذا الشراب دون أن أعرض نفسي للخطر. قال اغمس الذبابة ثم أخرجها منها. وثبت بالتجربة التي أجريت في أماكن كثيرة من العالم، في مصر وفي المملكة العربية السعودية وفي الأردن وفي غيرها من دول العالم، أن يعني أتي بمجموعة من السوائل ماء وعسل وشراب مختلف، وكررت هذه المجموعة وتركت حتى يحط عليها الذباب، ثم غمست في إحدى المجموعات ولم تغمس في الآخر، ودرست تحت المجهر، وثبت أن العينات التي لم يغمس فيها الذباب مليئة بمسببات الأمراض، والعينات التي غمس فيها الذباب كانت خالية تماما من هذه المسببات، وإن بقي بها شيء بسيط فهو يصلح أن يكون فاكسين، أن يكون طعما يعني يحصن الإنسان من هذه الأمراض. واتصل بي أحد أساتذة علوم الحياة من جامعة عين شمس وأخبرني أنه صور الذبابة تحت المجهر الإلكتروني الذي يكبر إلى مليون مرة، وأثبت بالصورة الدامغة التي لا ينكرها عاقل أن على أحد جناحي الذبابة مسببات الأمراض وعلى الجناح الآخر مضادات هذه المسببات. وهناك ما يسمى يعني الفيروس ومضاد الفيروس. نعم. أو الفطر ومضاد الفطر، هذا معروف علميا يعني. طبعا. وثبت أن يعني اللقاح هو عبارة عن الفيروس. الفيروس بس ضعيف. نعم. حتى يحصن يشجع مضادات الحياة في جسم الإنسان على نعم. على مقاومته. نعم. فثبت بالصورة المأخوذة تحت المجهر الإلكتروني أو المجهر المجسم يعني يسموه سكانينج إلكترون مايكروسكوب، يكبر إلى مليون مرة، أن على أحد جناحي الذبابة الداء وعلى الآخر الدواء.
طبعا لو انت جالس في بيتك وعندك بدل كأس الماء او كأس العصير ما يكفيه، ونفسك لم تقبل ان تغمس الذبابه بعد ان حط عليه، كبها وخذ غيرها، يعني ما حد يجبرك على ذلك، لان الحديث له مناسبه، ويريد رسولنا صلى الله عليه وسلم ان ينبهنا الى الاحتياطات الصحيه الراقيه التي يلجأ اليها المضطر في الصحراء، وفي الصحراء عاده يقل الطعام ويقل الشراب خاصه في الازمنه القديمه، فالوقايه الكافيه هي غمس الذبابه ثم القائها. فاذا يعني هو حديث عند الاضطرار، نعم، ويصلح في اي يعني، ولو عندك كاس اخر او انا اقول اذا عام اخر او كاس اخر او انا اقول اذا عام اذا عفتها نفسك، نعم، كبها، نعم، نعم، نعم. فاذا اذا وقعت الذبابه، نعم، يمكن غمسها ومن ثم اخراجها من وتناول الطعام او الشراب بامان ان شاء الله.